الذكريات الجميلة من المستحيل أن تنسى، فهل تتكرر؟ طيري وزعها اسم راسية يا الله على الهجمات اللي جات صبيه الجات العمر عمر صوب اخيرا الهدف الاول الطياب العربي يخطف الكرة العربي صوب ويسجل الهدف كنا نبي نقطة جبنا ثلاث نقاط راح يسددها يمررها ويصوبها تهدي ضربة مرمى صعبة جدا تنتهي المباراة نصعد للدور الثاني مباشرة في هذا التعادل مر عمر عبد الرحمن خطيرة جدا المولد يلعبها لبن يوسف أيضا الحارس مستحيل العربي العربي ممتاز لعمور اللي صوب يسجل الهدف الأول ترجع للسومة بالكعب يا حبيبي العربي ممكن يلعب كرة طويلة المولد المولد صوب يسجل الهدف الأول اللي في هالمولد مر على طول خطير جدا يمرها العربي العربي صوبها هل تتكرر؟ هلا والله بالاسئله اليوم معاكم في مقطع جديد واليوم عندنا الحلقه الاخيره من سلسله دوري ابطال اسيا. قبل ما ابتدي اضغط على زر اللايك، اليوم نبي اكبر عدد لايكات بالنسبه للسلسله ونبي اكبر عدد تعليقات بالنسبه للسلسله وكل شيء. سؤال الحلقه يقول هل تبون نبتدي الموسم الثاني من سلسله دوري ابطال اسيا بعد هذه السلسله؟ كيفكم ولا تبون لعبه ثانيه نغير شوي؟ اكتب الشيء اللي تبيه، خلينا نبتدي على طول ندخل اللعبة الأسقوية يا حبيبي. فندخل مباشرة على طول اليوم بإذن الله عندنا مباراة قوية جدا ضد جون بوك موتورز، هذا النادي من كوريا الجنوبية، أنا كنت أحس من اليابان ما أدري، فريق أول مرة أشوفه حياتي، بس الاسم مو غريب صراحة، فريق كوري جنوبي مو متأسس من فترة طويلة. احنا هذه المره نلعب ثالث نهائي بالنسبه لنا في السلسله، النهائي الاول ما ادري اذا في حد منكم تابعه ولا لا انتهى بخسارتنا، النهائي الثاني انتهى بفوزنا، النهائي الثالث اليوم راح نلعبه، فراح ندخل على طول الحين مباشره في مباراتنا القويه جدا. طبعا النهائي راح يكون في ملعبهم، مباراه الذهاب في ملعبنا والاياب راح يكون في ملعبهم، يعني الكاس راح يرفع في ملعبهم ان شاء الله نجيبه عاد. راح نلعب ان شاء الله بنفس تشكيلتنا ونفس طقمنا الاساسي، بس للمعلومه فقط بالنسبه للعربي مهاجمنا الرئيسي او الاساسي في الفريق مصاب وما راح يقدر يلعب اتوقع لا الذهاب ولا الاياب، فراح نلعب ان شاء الله بنايف هزازي في رأس الحربة مع إن شاء الله عمر السومة. لس قول أرضية الملعب في مباراة الذهاب، فندخل مباشرة لأرضية الملعب في مباراتنا هذه في أرضنا وبين جمهورنا مباراة النهائي إن شاء الله. فريقنا راح يلعب إن شاء الله ضد الفريق الكوري جامبوك موتورز وهذا الكاس أمامنا، طبعا الكاس ما راح يرفع الحين، راح يرفع إن شاء الله في كوريا الجنوبية، هذا الكاس إن شاء الله راح نجيبه بنفسنا وما راح يضيع علينا بإذن الله. يلا يا حبيبي نقدر نلعب، نقدر نقدم إن شاء الله المستوى المطلوب ونفوز عليهم إن شاء الله. يلا يا حبيبي لس جو أمام الحضور الجماهير الغفير، يتقدم يلعبها عالية خاطر رأسية، الكرة خارج الملعب، عدت عدت عدت، الفريق الكوري مسيطر على المباراة بشكل تام، يلعب كرة، الكرة عالية، الكرة يستلمها، خاطير جدا لو صوبها يمر، ممكن يصوب ضربة مرمى، هجماتهم أخطر في البداية، الكرة في الأسفل، يلعب كرة، تيسير الجاسم يقطعها، ممكن هي مرتدة، الكرة ممتازة جدا، يلا على طول تيسير الجاسم يلعب بيني حلوة لهزازي، هزازي يستلم الكرة، خاطير جدا، يصوبها الحارس يشيلها والدفاع يخلصها، عدت عليهم كرة خطيرة كانت، هزازي في المنتصف. هزازي يلعب كرة بينية والدقيقة بدها تضيع للشوط الأول، الكرة ممكن تمر تنشال على طول من الدفاع، تلعب في المنتصف، منتصف ملعبهم ينتهي الشوط الأول، تعالوا سلمي للأمانة كان صعب 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 جدا هذا الشوط، نحتاج إن احنا نتحرر من المنتصف ونوصل إن شاء الله لمرماهم في الشوط الثاني بإذن الله. بين يوسف لعلي عدنان، علي عدنان إلى المولد، المولد علي عدنان جميلة جدا، هي عرضية خطيرة، السومة بالكعب يا الله، راحت الكرة لخارج الملعب، كورية خطيرة تنقطع على طول، علي عدنان للمولد ممكن نهجم، الكرة تنشال ترجع مرة أخرى لفريقهم، كرة كورية المولد خلصها، يلعب كرة تمريرة على طول فيها خطأ واضح، خطأ لمصلحتنا واضح جدا وممكن فيها كارد، دخول جدا عنيف، دخول جدا عنيف، كارت أصفر على اللاعب الكوري مباشرة. يلا هي راح نلعبها، تلعب الكرة
لعلي عدنان. علي عدنان ممكن على طرف يستخدم سرعته ايضا دخول عنيف فيها رمية تماس ما حسب فيها خطأ. رمية تماس علي عدنان يلعبها للفرج يوزع الكرة، الكرة ما تمر. ابراهيم غالب بالراس لصلاح، صلاح يحاول كرة تنقطع ممكن تنشال، الكرة صعبة صعبة جدا، الكرة للأسف ما انقطعت. اذا الى حد الحين مباراة الذهاب ما استفدنا من عامل الارض والجمهور. هزازي يلعب كرة للفرج جميلة جدا لفهد المولد، يحتاج مساندة علي عدنان. علي عدنان في الأعلى، هي بالسرعة يمر على طول ويوزع كرة ركلة ركنية ممكن تكون الأخيرة خلال الشوط الثاني ومباراة الذهاب. يتقدم يلعبها عالية خاطرة ممكن رأسية، الكرة تنشال تروح لمن؟ تروح لعلي عدنان. يستلم كرته، يستلم كرته مر على طول وهي عرضية رأسية، الكرة تنشال أيضا تتخلص وتوقع تنتهي فعليا مباراة الذهاب بالتعادل السلبي. إذن الموضوع كله في ملعبهم وبين جمهورهم للأسف الشديد. إذن تنتهي مباراة الذهاب بالتعادل السلبي. للأمانة ذهاب جدا حذر، كل فريق خايف إنه يخسر في المباراة، ممكن كانوا أفضل منه في نقدر نقول الشوط الأول، بعدها احنا صرنا أفضل منهم، بس بشكل عام هم تقريبا كانوا أفضل منه في المباراة اللي هي مباراة الذهاب. حاليا عندنا مباراة الإياب، للأمانة غياب العربي مؤثر نوعا ما، راح أتأكد حاليا هل العربي ممكن يرجع الحين ولا مو ممكن. فعليا العربي ما راح يمدي للأسف الشديد يلعب مباراة أيضا الإياب. هالمرة راح نلعب إن شاء الله في ملعبهم بجمهورهم المباراة الأخيرة خلاص، هل نحافظ على اللقب ولا يروح علينا؟ كل شيء راح يبان إن شاء الله في مباراة الإياب اللي في كوريا. فإلى أرضية الملعب مباشرة أمام هذا الحضور الكبير والغفير من الفريق الكوري، جماهير جدا كبيرة تحضر بعد مباراة الذهاب اللي للأسف ما استغلينا عامل الأرض والجمهور، وللأسف الشديد اللي صار تعادل سلبي، لكن أي تعادل إيجابي في ملعبهم يعتبر فوز لمصلحتنا وناخذ البطولة. يعني نحتاج نسجل هدف، يعني حتى لو سجلوا على هدف التعادل راح ناخذ البطولة بأي طريقة كانت، المهم أي تعادل إيجابي راح ناخذ البطولة. الله يستر إن شاء الله يكون اللقب من نصيبنا في نهائي دوري أبطال آسيا. المباراة الأخيرة خلاص خلصنا، يلا يا حبيبي العب على طول، ليتس جو في هذه المباراة الكبيرة. فهد المولد يلعب كرة جميلة جدا علي عدنان، علي عدنان يوزع كرة رأسية من هزازي كان ممكن هدف، للأسف الشديد ضاعت الفرصة. كرة لمحمد صلاح، صلاح جميلة جدا إلى عموري، عموري إلى فهد المولد، ممكن كرة طويلة لصلاح، صلاح ممكن رأسية، الكرة تعدي خطيرة داخل منطقة دبل كيك، يا الله والله أننا قريبين من تسجيل الهدف الأول لكن كل الفرص تضيع. إلى عموري كرة لسوما، سوما سوما يصوب ضربة مرمى جميلة، الكرة بالسرعة ممكن عرضية، عرضية على طول خطيرة سوما رأسية، يا الله ضربة مرمى بن يوسف، سوما 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 حلوة حلوة، هزازي 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 ممكن الكرة تنقطع، حاول يا الله قرب قريبين من التسجيل. الكرة للفريق الكوري في المنتصف يمرها، دقيقة واحدة فقط من الضايع، تلعب إلى علي عدنان، ممكن عموري في المنتصف، لا والله ما مرت، شوط أول من طرفنا قراب جدا لتسجيل الهدف الأول، إن شاء الله الشوط الثاني ما نوصل لأشواط إضافية بإذن الله. صلاح ممتاز، هي على طول العرضية الرأسية أيضا خارج الملعب، متى راح تكون في المرمى؟ هزازي هزازي ممكن، هزازي يلعبها للسوما، السوما يمر من الأول ممكن يمر من الثاني، أخذ الكرة الله عليك، هي خطيرة 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 العرضية ممكن رأسية أيضا تمر من الجميع إلى توقع ركلة ركنية، كرة خطيرة عدم يصوبها ويسجل الهدف الأول. الواحد صفر لمصلحة الفريق الكوري، كيف عدت كيف دخلت في المرمى، هدف مقابل لا شيء، الله يستر. حاليا سجلوا هدفهم الأول في الوقت الغير مناسب تقريبا من أول تصويبة على المرمى. خلنا نشوف الكرة، كرة كانت لمصلحة الفريق الكوري، لعبها على طول عالية، الخطأ من المدافع صوبها كان ممكن يشيلها لكنها في الشباك على طول، هدف أول لمصلحتهم. هل راح يمدينا نرجع؟ عندنا 20 دقيقة فقط، نحتاج هجوم كامل. عمر عبد الرحمن في المنتصف يلعب كرة لعلي عدنان، جيدة هي السومة علي عدنان، علي عدنان ممكن يدخل المنطقة، خطير جدا عرضها والتصويب من هزازي ونرجع في المباراة على طول، هدف التعادل هدف لهدف،
جميل. الكرة كانت انطلاقة ولا أروع من علي عدنان وتسجيل الهدف من هزازي. الحمد لله رجعنا في المباراة رجوع جدا مناسب. حاليا التعادل 1-1. مثل ما قلت لكم احنا نصعد. شوف عموري لعبها على طول لسوما 1-2، لعب الكرة تالي وعرضية ولا أروع وتسجيل الهدف مباشرة. هدف لهدف، احنا أقرب للصعود. ربع ساعة فقط نحتاج تركيز. الكرة العالية، المولد بن يوسف يلعبها للمولد. المولد كرة علي عدنان، علي عدنان يلعب كرة للسومة، السومة ممكن هي الكرة ما تمر. الكرة وين؟ الكرة لمصلحتهم، يرجعها للحارس. كرة للحارس الكوري في المنتصف، عالية تنشال الكرة من ماندي، ترجع مرة أخرى كورية، راح يحاولون يلعبون بالكرات الطويلة. حاليا أيضا موجود بن يوسف، علي عدنان يلعب كرة ولا أروع. هزازي، جميلة جدا لهزازي، ممكن يمررها، تأخر في التمرير وانقطعت الكرة. الكرة الطويلة كالعادة، انتبه منهم انتبه منهم، خلص يا بن يوسف، ما زالت شيل يا حبيبي، خلص خلص الكرة على طول. 5 دقائق فقط، هزازي بالرأس ولا أروع. الكرة وين؟ ترجع للفريق الكوري. حاليا ضغط من الفريق الكوري، حاولوا يرجعوا في المباراة. حلوة يا مندي، تيسير جاسم يلعبها لصلاح، صلاح صلاح خطير، يلعب العرضية، السومة السومة في ركلة جزاء والله، علي عدنان يصوب يخلصها الحارس، تنشال الكرة. كم دقيقة راح يحسب الحكم كوكبر الضايع؟ الرمية تماس، تبديل أخير لمصلحتهم، تلعب سالم الدوسري، جميلة جدا تيسير الجاسم، يوزع كرة ورأسية من السوم. 4 دقائق من الضايع، ارجع للدفاع ارجع للدفاع يا حبيبي، تلعب الكرة طويلة من الحارس صلاح ممكن أو العموري، الكرة عندهم ممكن يشيلها. حلوة تيسير الجاسم، حاول تقطعها الكرة ما تنقطع، خلص يا حبيبي انتبه منه، ما زالت خلص إلى ركلة ركنية، ركلة ركنية قد تكون الأخيرة في المباراة، ركلة ركنية. الحارس عندهم خلاص طلع، تلعب الكرة عالية وخطيرة، انتبه تنتهي المباراة ونحصل على اللقب والحمد لله. هل كنت متوقع ان احنا راح نحصل على اللقب؟ اكتب تحت في الكومنتات. الحمد لله فزنا في المباراة، عدت المباراة على خير. مباراة صعبة 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 جدا، سجلوا علينا هدف في وقت جدا قاتل، لكن الحمد لله رجعنا في المباراة بهدف خلانا ناخذ البطولة على طول. الحمد لله صراحة قدمنا شيء جدا جدا ممتاز خلال الموسم بشكل كامل بالنسبة لفريقنا. أتمنى كلكم تضغطون على زر اللايك، تكتبون تحت هل عجبتكم السلسلة، هل كنت متوقع أصلاً نحن راح نأخذ اللقب ولا لا، اكتب كل هذه الأشياء. الحمد لله أنا عن نفسي جداً استمتعت مع هذه السلسلة، والحمد لله كملناها خلاص، خلصناها باللقب مباشرة مثل ما نشوف فرحة لاعبينا باللقب الكبير جداً دوري أبطال آسيا. ارفع الكاس على طول للسنة الثانية على التوالي، نحصل على نفس اللقب الحمد لله، هذا لقبنا وهذا الشيء اللي كنا نستحقه. أتمنى كلكم تضغطون على زر اللايك علشان يكون هذا أكثر مقطع نحصل فيه لايكات بالنسبة للسلسلة. فنشوفكم إن شاء الله على خير، مع السلامة يا أحلى وأروع وأجمل أشياء في الدنيا، سلام. يلا يلا يلا، هي لو بس في سبرنت، روح روح روح، يمديك يمديك، صوب صوب يا حبيبي وسجل هدف ثاني ممتاز. هدفين مقابل لا شيء تقريبا في آخر 10 دقائق.